أهل رقيت الآطر KBSV-TV. This is AssyriaSat, KBSV-TV, Channel 15. شرایع خیلی تقابلوغ شنا لرقیات و خزوتاتون و بخیر نورش تاسم تان دنداره برش خلاقام بیدا خورزا مقرون قدیوخن بمثل دن دنات خرایی هلبد بین همزوم قدیوخن بود مع عبدانوتا تا شرایع متالون على البرستت همانو تمشی خیتا گیومدن خامس عای و براد بیوراب نطرواتت یبشت آسیا و هل جربیت افریقا و دن گیبان اروپا أنا مش خدانا طراي خشت المشخود وآهي ما نتمشي غيرتا إنا كلنا يطقت عشوراي وأخا أمتا أمتا قامتا قبلة المشيخة يوتا وقريلي قد يوخم داور همزميات تشليخة المشيخة أنت لي سرقا معي وأنت شوي برها دتيلون آني بياني أجو همزمياتي كتوياتي مضوينة قد آني مش خدتي بدالن قا بقراينا سريانس بداخلنا سوراية تعشما يوناي متيلون ديواني حكومة جدين دورة قما يتمشي خيوتا يعني قمشي خيوتا حكومة وجدين بنياتا تطروات مدخة مصايا سو يوناي رمي شمانة أطورا شغل بالون شما هي يوتت أمتن دا شغل بالو من عاشوراية السوراية وآخبرت سوراية بغزاتهم بيشي لقياه ونخل مع عاشوراية هذه ضرب من أطوار مرخ سوراية لشان السوراية إن أخنا ليوخ سوراية ولازم لشان للسوراية أخنا ليوخ عشوراية ولشان إلى عشوراية آخر مسألة خيتة لا إن نيش تنزم تلقيو همزميات الشتيخ المشيخة أبزا أن ما حدنا نزونا أنا كتاوة طارق دينا كتيو تشعيدا مدخور أنا جو كتوياتي أن الشتيخ المشيخة أمتا طريتا خزيار وخا جو أترطات ورزيار وخارعو ترابا شمنتا قبرست دا هيمانو تخطت هيمانو تمشيخيتا هل بات قمتا مكرزال وقاهودات جانيه ما رأينا اي أمتا دتري اد مشخد لو قاتيو ايوا عشوائي يعني سريانس خيك من جايب قرأينا آراميانس يعني آراماية اللي شان آراماية دينا متو بخلطة اللي شان عشوائي قريلي قد يوخم داور همزميات الشمون كيبا پولش لیخا مر ادی شلیخا مر تو مشلیخا گکتویاته و خیلی مغذیه دینا متخور آ شرور تتعلها تقریبا من آن شلیخ مشیخا گدن یارخش نقمش ولو بزلام الله جو رشلم شدرو برنابس الانتیاک مرو خوش غزیت هم اول داخلت قليل قضية بتلفون سل تلفون تتالي قيدو مريابة تيمون لخ غزيمون
عمل دل بخال خا شق من هودات نقا إن السامزود بناشد بخال لخا إن السرياز إن عشوراي سو أنا شليخ المشيخة خشت الأنتي يغزيل مرا خدنية خدت تاما قد مشيخة يوتا بشتا ميقرتا أي من برا مودي من برا أبقر كاما قبلوا مشيخة يا مشيخة يوتا لذاتت مانيو مرادة هي مرادة يعني هلا من قم داي أنا بتخشون أنا شليخت مشيخة ديوة جورشتم وبرسوا لاقب مارن شمية شو قالوا أورشتم ديوة بيش معيق طامة ظليمة الله خشوا لأنتياك وطامة غزيلون مارا من دن سريازنا عشوراي مقمنون ديسايبلز خين قمشيخة واو هلا يورخت أنا قريالي قد يوخن آمن دي شرورتا مدخورة وقيم زمياتي لا قرير لك لا بين أودن تنيتا الله عشي بتو أودن تنيتا خا همزمتا بول شليخا في الرابع انقيت لا قرير لي قد يوخن تقبا ومزبوطة لا قد إيمان برخشنا لأنتياك تام بباقنا بيخا عما بريشة من هوداية عما أشوراي سريانز بقرايونا أي بتخزيتنا جو سعرانة شليخة قرير لي قد يوخن قيبان خمشة صار إسري تري هل إسري طلا أيلي قرن قد يوخن نبقارن وخن كتابة بولس قا غلطاية إلى جو قبالين خا من اشتصر هل إسري خا سب جو سعرانة شليخة كتابة أكتس في جو غدتها تام ماري لي لشان جسناكتي well, now we can clearly see and understand that there were other nations beside the Jews in Antioch. There were more Syrians who believed in our Lord and our Lord. أي إلى جو سعران شليخة يعني عودويات سعران شليخة مودينا كتابة عكسي لكل بالشولانة شليخ المشيخة ويديلو كارزيات إيكا خشلون إيكا تيلو مودلون أسعران شليخة وكتابة لقوغ دتا إلي بود شولانة شليخة دينا ويدي سو آم مردي المارا إيمان أن شليخ المشيخة خشلون الأنتياك جاني مارنا مانا جو أنتياك توا بوزودا من آشوراي من هوداي إيوا همناني بمارن إيشو مشيخة خوش قريمة أنا قرأ لي قد يوم لشان أطهرا يقول خرزا مداور إذا خوش قريمة لقيو كتابة سوران شليخة قيبان خمشاسر من السيترة على السرطلة قيو كتابة غلطاية أجرتق غلطاية إلى قيبال ينخا من اشتصر هل سريخا بول يعني بول شليخة أبا ومدخورة لدي البرخشة السورية إيمان مار اللي برخشة السورية يعني ميسوبوتاميا تامق مال مكوز خلا ما كروز قارباية لا أبن بول جدا كتوت ومار قامت كل برشة لما كروز قارباية برد مار البرشة لسوريا وأن ثروات دي وطامة هلا جدا بول شليخة مار لي قد برشة لي جو أثروات السريانس سريان كونتريز أي مدير مضيء قديم إلى كتوتة بورشليخة قد أترواتت عشوراية رابعة لا وقت جو سوريا إنا إيوا جو ميسوبوتاميا جو أطراف بت-نهرين إيوا جو سوريا إيوا جو بالستاين على غور جو تيمن تركيا تي بيش أخلتها سيسيليا أن حتاية تاما خا أوجغت عشوراية خيوة تاما إضانة سبق زاغ بولش ليخا يا خبطو تراب قرت لو ريشيت لا قدير خنا شوراي قد بولش ليخا مارله او خشله مش خدله ايفانجاليوم شيخته مش خداله جوستريانس كونتريز جمع سقعنا الخبر هي المره كونتري قد جاشي جو سوريا مره سريانس كونتريز أي ين إن صبطوا يا تخين الله بالا هلا يا ملين تلقى ديا
قد شليخت من مشيخة بخواشة من دو خامن جورت شليخت يوا بولس وخينا بيتر ام بول لا شو من كيبا و بولس قد خيشة لما كروزة من برا مكروز دو جورشتهم قد انه هضايت جانو البت بولس بش لشمو شخلبها من شاول البولس انا حقتها قويه لو تقلو بيا نشتغل مشيخه جور برخيقه درما السوق تاما شغل بيل خياله ولا خا من شليخه مشيخه قام قد يخن غلطايه مدري بتبقوا انا اخذت تمويل مني وديو الى جو كتاب غلطايه إلى قبال ينخى من جرقت اشتصر مدخل من جرقت كما من جرقت اشتصر هالإسريخة عشان مضبوطا قد يوم قد بول شليخة دي المارة قد آون مش خدة لقى سوراي جو سوريا سما قم دا قبال ين مدخولة لبدن سريانس كانتريز مارة ل دقالة برو قال برونه بي دمكرز بديو مواثة جلدوتا بعيدانا لا يولي وشقلي عمناشا أبلا سقلي الأورشلم خزنوا الآنت ويا وشليخة من قمني إلا زلي العربية يعني أطروات عربية خشلة عند خشلة السعودية عربية يعني يمن إلى مار الخشلي العربية ودري مدرش الدرم السوق اجا من برط لا شنه سقلي الاورشلم لغزايا شمون كيبا وبشلي الكسله خمسه صار يومانه لغزي لي للشليخ خينه شق من ياقو اخونا ضمارا بكتاون ان اللوخن وقم علاها ليون داقوله خس منه من برعاها زلي التخومه السوريا وتقليقيا قليقيا لسيسيليا برسوبايد ليون وبيشاضيه بعيتها تمشيخة جو يهود أحجي هدخي إيوا شمي بدي أو تقامتا رادبوالا أدي مكروزو لهيمانوتا بيوا المخروع وشبخي والآلهة بي سولاخا بغزات من خبر السوريا أمين أيد جو همزمت بورشليخي ومبر مارلي أنا خشلي الأطروات سريانس سوريا أي قال مزبوطة قديا يعني أي مزبوطة لأنها مزمية تخينة مقام منه شليخ خينة دينا ماري يمن شليخ ماري يمن سقلوا الأنتياك غزيلوا أمواثة خينة تاما لاخشي هضايا وشيروا له مكروز قديا ومارا من جاوية مقام لن نيو ديسايبل تلميذ خاتة قاهمانوتا مشيخيتها واو هبت أخنا يطخ أطورايت يشغل أخي قاربي أبقر وكاما ملكة أطورايت وحكومة جو أرهي داخي آم برقة بلت مشيخة يعني همانو تمشيخة لداتة شليخة مر أدي شمو قما يهودا أدي جوداس جودا تيديس هي مزبط طالي قد يغن قد شمت جودة لمو بلخون كتابة تمشي خايوتا أشي مو بلخون شمو أدي إيوا خامدين تريسرش لقامة تمشي خاسة بلابا لابا مدوقيوها لمن يهودا سخريوتا أبزة جودة تامس هي همزمو بديو رابا جاها إلا بقار لخا بتايلي إن بشتلكتوتا قد أبقر أكاما وبيهيرتا مرأة أدي ترجم مال غدبتا من ليشانة غريكاية ليشانة آشوراية هذه مرأة داي مطيلة جو أرهي مارا خكمة يرخم برسولاقة مشيخة يعني شيء تتلا يطلع أنا يطن جو خكمة تويات يمري مرأة داي لمضى ويدا لشليخوتا من شيء تتلا يشوى هل اشتي خمشة من بر مشيخة تلاي شوه
تخريتون مسألة أدى مرة أدى خيشة للأرهشي تلا يطلع So a contradiction to eating with Dennis يقوم لا بقرة مني تانا مبرون وقد يهون واي قامودي سمارنا جو خيك مكتويات مرة أدى أشلي خد ديو شريالة من شي تلا يشوى هل اشتي خمشة هل أويمت بشتق طيلة بيخام بنونة أبقر كاما أبقر كاما من يوخله برونو جورا بش قال للشوبو إن عون وهم النان بعشر ألا إيه ما نتا التقطت أوهاتا إتن قصة رابع يا رختلا قاموق طلة برونة أبقر كاما المرأة داي عادة بتاقنا قد يوخم ضافي إن آشتة تلاي شوى هل اشتي خمشة ليلة بدواقة من داشي تتلاي طلا مرة دين طايل قوري إنا آنت يمري قد مرة دين طايل قوري شي تلاي طلا مارنا ليلة مارا مدانا سما بيونا لمرة دي بشلي قوري قا زودة متمنى صار شنة خمشة صار شنة أحشي مارنا نيو تستمن أتقى خطة يعني غدتا قامتا بشلكتوتا قوليشانا عطورايا ايو ببقدانت ابجر وكامت شدر تريمن سابرديو الاورشلم اني خشلن ميالن ان نيو تستمنت مقروالو قا مرعد داي و ابجر وكامة ادمارنا ان نيو تستمنت جاو اخجي اتوا كتويات الدنة أربعة إفنجلستا جاولت هو كتابة أن تري كتابة شمن كيبا يعني كتابة طلا كتابة يوخنا أجرت اليهودا خينا ماني لتوي جاو أجرت ياقو جيمس لتوي جاو سو لخد مدري تخابو قارة أخلني يطخ قد أن أربعة إفنجاليونة بيشنا كتيبة بوش قامت أيوة مرمتي الكتيبة لمارة إسري خمشاشنة من برسو لاق المشيخة لوقا ومرقس ويوخنا أنا كتيبة لو إفنجاليون دي خكمنا خمشيشنة أربي خمشيشنة من بر سلاق المشيخة سو شي تتلاي طلا دينا مارا أبقر كاما شو در تري من صبر ديو الأورشلوم كتويات دنا أربعة من جلستو ميالو داخل ما أصمد وقت لام دنا شنت أن أربعة من جلس كتوالو أي من جالين دي سب إن أبقر كاما شو در لأن تري صبر ديو شي تتلاي طلا مر تلاي أربعة الأورشلوم هلا أن أربعة من جل ليه بيش كتير إذا سبيانويات قال ما هم زي ما أدم شيخ سبيان في قال ما إن أنا بتخشون أن إزجدت أبجر كاما ليه شو درج شيء تلاي طلاين تلاي أربعة تلاي خمسة سب إن دنا تلتوا إيوان قالون شيخ أبش تكتودا كت مر أدي بيش لج أرهي أزودا من تمانصر إسري شنة ما بيون قدين شنة إسري يعني تمانصر بأيدانا آيو انجاليون مرمت بشتا وكتوتا مودي بدين طلا انجاليون خينا يعني هلا ليه بيش كتيبة دي دانت مرأة دي إيوة جو أرهي سو جارك من توقت له أن الشنة مو دالة طاما يتنخى كترة بيو سرابة جورة بقارة للداخل مرأة دي مارنا مرأة دي قانا قد يوخن مارا ترانزليشن او مارنا سنت غريغوري اكتي ولي سنت غريغوري اللي باترون سنت ايتا سريان ايتا تعطوراي للا الى قديش عرابة ضيا جو هيمانو تمشيخيتا او البكتابة مارا New Testament was supplied by Addai, the apostles,
and King Abgar of Edessa sent two men to Jerusalem who, while there, wrote the New Testament. قد مرعد they supplied the New Testament, the apostle, and King Abgar of Edessa sent two men to Jerusalem who while there wrote the New Testament. قد أبقر أكاما دا شدرة تري برسوبة إنا لنا مارا مشيتا شدرة تاما مارا إيمان ديوة جو أرشلوم آن اكتبالون إيوانجاليون إن تري سفراتوراي يعني مصيخالون كابي ويدالون ميارو تاما So definitely آيك نيو تستمن قمتا غدا تقامتا بشتاكتوتا بليشانا توراتي وخات ترانزليشن بليشانا يونايا غريك لما بشتا اما سال شدرت تزقدت ابقى لا يد شي تلا يطلع تلا يربا زي ويدو لي شي تت اربي اربي تري اربي طلا هلا مر ادي ايوا تاما جو اوري بخير تاما ايضا اها اجرت انا زياد اشتريل تاما ايفانجيليون مرمت بل كتب ايفانجيليون خينا دابا ايضا خاطر من خينك بيشي كتيبه من تاما ميال سمانا جدا إيفانجاليون قمتا غدتا قمتا لتوى أني كتاب خينة سب أني كتاب خينة ياقوب مربط شليخة بإن دانا على ليو كتيو أجاريات دي دفنتلي أهلك دي كيس أهلا أمني بتنان لو سبب قبلي خقرتا من خابر صوفا يديدا قدي مرسالكم هايو داخي ماس من دو قتلو أني كتوتة إفنجاليوني من الكتوتة بدنا أربعة إفنجلس يعني كتيونا كتابي كتيونا سري خمسة تلاش إنه من برسو لاقل مشيخة وما روى قدي قد أدمر وقد أدمر أدي وأبقر كاما إفنجاليون قمة تنطيلة جو إيدي جو دين شن قمة من برشي تلاتلا يعني شي تلاتلا والخدشة سخصيلي لدى مسألة بلاطة سخصيت دي إلى أيلا سبزيتون مبرش مد مرأة دي ادمارنا قد مرأة دي شنت خيوتو يعني شنت شليخوتو ما تونا منشيت تلاي شوى هل اشتي خمسة من بر مشيخة احنا يطلق مرأة دي وشليخة مشيخة شيت تلا طلا يعني قدين طلاش ان ما نش مشيخة هي مشخودة لا مرأة دايو منه قاموا لنا مدخورة قاتوا شنت مشخته وديرا من شيت تلاي ين تلايخة هل شيت اشتي خمسة سر لما صنعنا فشخنا قد يوقع قلنا أخنواتا الله نعيطنا قشيش الديا دينا بليل بيوما هالبت جدا صوتها ما كروز بديو عشان أنا ماسي جوا بوجه ولا قد يخن يعني أو جوا شريرة سب مطري قد يخن وقريالي قد يخن زيولنا شن الدن شليخة مار بطرس مارنا شيت خمشي أربعة مطيلة جو بتكوخة سان توماس إيواشي تتلاي خمسة بالأربي خمسة قاصراش إنه ويدي لماش خدتا جو أطل بدنارا وبرا دخشت الهندستان بش تقطيلة طامة قا مرأة داي سان تيديس مارنا مش خدتا يويلا بالشي تتلاي شوى لشتي خمسة ماناي إسري تمانية شنة ويدي لماش خدتا إنا آسيق وما تلاي شوى دفنت دفنت خلطة يتنجاو من شي تلا شوى لا شي تلا طلاي وقوري برد يقولنا سيقوم تري من تلميذ المرأة دي مرأة جاي ومر ماري مرأة جاي ومن شي تشتي خمسة هل تماني شوى ومر ماري ومن شي تماني تمانية هل أمه وإسري خا أي شو قلقا خاطر شيء ده أخا خام
فاشقته ومبرمته ربا سرته ذن شنة إيمان إيفانجاليون مشيخيته بشتا ترجمته من ليشانا يونايا ليشانا عشورايا بدن تري صبرت أبقر كاما شدري لورشلوم دان مرعد دي إيواتاما ما خيجي مارنا مرعد دي أو سبلاي ويدا لأي نيو تستمنت قا أبقر كاما قوري من دوك باخينا مارنا قد أبقر كاما شدري تري برسوبة الورشلوم قد ترجمي والا اغدتها من اللي شانا يونايا اللي شانا عطوراي وما يوالي يوالقا أبقر كامل كي هوي قد مرأة ديمية وها إيفانجاليوم شيخيته منه يعني مزميات مشيخة مية منه إينا بيشكتيب اللي شانا يونايا وتاتا مرأة دي دليا برمي واللي شانا يونايا شدري لأن ثلاثة صفرديو لأورشلوم اللي أوريجينال كتوتا ديوا غدتا كتوتا بليشانا يونا تاما ترجمه لشانا آتورايا ميار يوالو قادية إنا بشاروتا ليلة جشيتا تلاتلا سب عيدا شيتا تلاتلا هلا إيفانجاليون مشي غدا ليلة بشتا كتوتا بيقوب خمدن أربعة إيفانجالستا سو كي هو يقد دانت مرأة داي إيوة جو أرهي دين تمانصة لسريشنة قدين شن خراي من مقام باشو قطيلة أبقر كاما قطيلة بخياله قد هاويلة آوين المشيخية تقول لي شانا عشورايا أن الصبر شدري للأورشنون كتيوانا قديو إيتن رابع من ديانة هذا دي اللي لخبر ميه قدا حقت أبقر كاما داخل مهاولية تشقلتها من مارنيش ومشيخة إيوة قد شميوا بدنا عضويات مارن إيش مشيخة تشدر يا جرت قديو من خنان طولارة يعني من قمضنا إتوا زجدت أبجر كاما شدري والدن جيبان طورشلم أني تينا مضينا قا أبجر كاما قد إيتن هدية خمسايا خمسايا باروقة خكمة أجبويات وادي لجو أرض فلسطين أصليت لها قوية سو أبقر كاما جاتري شادور الخاز قدوتا قد أزيق ورشتم تبقي بدا باروقا شمان دين از قدو قامي موديوا شمان دين از قدو خرايو تري موديوا بين قارن قد يوخن خكمة ملوت إلا بيش كتيبة بصبر بريش يقولي شانك دسنايا قد أهقيت خدش بوش برميخلا داخل آشوراي إيوا إيه أمتقمتا قبل الهيمانوتا مشيخيتا تخرق آتوراي قبله وخاسام جورا مني قبله الهيمانوتا مشيخيتا ضان نن الشليخ مشيخة ديو مكروزة جو أنتياك جو أطر السريانز دو ديامارا نكتويات إنا أمش خد دن الشليخة دوا إيوا هرب دي ضانت مرأة دي إيوا جو أرهي قدين تفانصر سريشن ديو بخايا طاما قدين شنوا أنا شليخ مشيخة برستون قدنا عراتة قد مدى خمس آية مشهودة وانجالي المشيخيتا أغدي لابشتكتوتا بليشان انجلسنايا من مانسكرب يعني ملوء الصبراي رابع عتيق آهقت أبقر كاما هتخى بكتابنا بديو بل كده تنبورشونيا بلده هقت دي قريو أخنا إذا بشتى وقيتا قديا جوعيت مدن خطا عشوراية ينجو تشعيتا أم رخلت أمتنا عشوريتا بل كد خيكم ديانا هاي بريش خيكم ديانا زودا خيكم ديانا باصورة إن أنا من وليتي أمتنيتا وعيتانيتا بين هاقا قد يخن إيه هاقا دينا نخراي كتيو بدا هاقا أبقر كامو يصورو أماري شمشيخة أي بخارخة مضبوطة لا حقة تديق أخنا ليبة وقريو بليشان عشوراي قرابة رابدورة يعني مضبوطة قد آمن ديوية لا إنا خكمة ديتلز خكمة نقز ندي قريدي يمر بليشان قسنايا خز الشخلاة بجاوة بليشان قسنايا بشتركتوتا وأوام يقرأ جورج داود مالك جو كتابه History of the Syrian Nation أن اللقاط بكتابه لبليشان قسنايا يعني بلكت برونو نسطورس إذا خدت لها كتابة بابو
شيء تتقلبه وتشمه وكما خمسة بقى شارس الدور إسري أو نستورسي خيوة لخج أمريكا جو سنسناتي بدام ديت سنسناتي خيوة طاما كتاب بابو بخشاني ببليشانا عشورايا ترجم لليشان إنجلسناية سو مورا جدا second version second edition كتاب بابو ملوء شيء تقلبه وتشمه خمسة تجويدة بليشان إنجلسناية دينا بكتابة بداقة أبقر وكامة وماري شمشيخة يعني أوش قال بينا زي أو مدير بكتابة هل بتهقت إلى قرب الكمع أربعة بتواتي لا وقانا قد يوهن خكمة لقاط منه وقارن بلشان إنجلسناي قد عليما لنا راب سباي قد لشان عشورايا أنها قد لنا شميقة تباني برميلون أو ماري لي إلى الباتت خمشي تري نيخ بقارنا قد كلهم بربخلا مارا in the 343rd year of reign of the Greeks in the reign of our master Tiberius the Roman emperor in the reign of King Abgar the son of King Mennu in the month of October and early on the 12th day Abgar Okama sent Marihat and Shamashagram, chieftains and honored men of the kingdom, and with them Hanan, the faithful archivist, down to the city called Eleth Theropolis. But in Assyrian, Aramaic, it's called Bet-Gibrin, to the venerable Sabinus, son of Estorogius, a representative of our master, the emperor, he who ruled over Syria and over Phoenicia and over the whole country of Mesopotamia. أكيد تدشان إنجليز بستر ترجمتا من مبوعة لشانة غريكاية يوناية دينا كتيوة قدود ورقة مايا إذنو دينا مارا مارا إيواشي تطلمو أربي طلات هكامتا ديوناية جمع دنخا تغريتم روماناي مش قلالي وامبراطوروت غريكاية يونايا مخ ألكسندر دي غريت يونايا أن روماناي ليشان ديونايا وإيرتوت ديونايش قلالي ألجاني أغد غريكاية سيفلزيشن أمتاتورتا ويدوة ديانية كابي ويدوة رام ديانية هرز روماناي ودلو بغريكاية روماناي من غلبلون ماسدونيا نا عراتت يوناية جو مدنخ و جو معروة شقلو ألقاني لشاند يوناية شقلو ألقاني يرتوتا يوناية سيفرزيشن يوناية توليش قلالو ألقاني سو أكتو تتانا قريالي قتهم لشان إنجلس أي لا ترجمتا يعني معوبرتا مرخلا بوجدوز من لشان يوناية إلا خا كتو تشارلتا ديوناية دمارنا شي تتلاي طلمو أربي طلا اتمشلطن تديوناي جو مدخا مصعايا بدانت امبراطور طبريوس رومانايا بدانت أبقر أكاما برونت ملكة منو سبشمت بابت أبقر يومنو أبقر منو أكاما ايضا منا قد يوخن جو أرهي إسري إتشا ملكة آشورا يودنا شلطانة جو أرهي من قام شيخة ومن برم شيخة إصرا منا شماني إيوا أبقر أبقر كاما أبقر سموقة خامنة يا سموقة وشمانة خينة وإن سما بيشا منا شماني إيوا منو أبقر منو أبقر منو سو أو أبقر ديان أبقر كاما يبرون منو لخير نقريكاك وكتوياتي مارنا قد كينغ أبقر دي صنو كينغ منو in the month of October and early on the 12th day يعني تريسر برخة أكتوبر تشرين قمايا تشيري قمايا شي تطلمو أربي طلا تاكمت ديوناية كي هويا إيوا شي تتلاي تري ادمارن سبتغريتون مارن شمشيخة مخي بشتل مخي اسقيبة وقطيلة يو بيارخد نيسان
يرخد نيسان سرقيادة عشوراية سب أيضاً كل الدنيا تب أيضاً يزاوى سرقيادة عشوراية قد شيتا خدتا إشاريا بيرخد نيسان قسرقيادة عطوى يرخد نيسان تادية مدوقت له اللي يرخد آذر سريخا يرخد آذر من يرخد بنيسان الشاروية له إسري إسريخا بيرخد آذر دمع رواية دية بأيضانا إسري إسريخا إيوه بيرخد نيسان سوم شيخة بشت مخل سقيبة بيرخد نيسان ياوش قالت أبقر أكاما من عراق دشتا شاروية لأو أكتوبر مقام هذا بدوالا شيت تلاي تري من بار مشيخة أي تخريت الله قد شيت تلاي تري بيرخد أكتوبر تشرن تريانا تريسا بيرخد تشرن تريانا بدواقة من سيقومة قريكاية طلمو أربي طلات حكمت يعني مش تعلم قريكاية لدينا الطرواتي ما أنا أبقى كما شادورة ل طلابر صوبة ناجديو قو أبدنا ملكاية خامنة شمو يوا مريهاد أخينا يوا شماش قرم إذا مرة تلن قرم هيو قرم خامس مرة دينا إذا مرة هاي قرم وقرم لا خيلا قرم بتاعزي قرم شماش قرم ودو طلاعي وخنان سو مبيون لد أبقر كاتريجي خنان طولارة إذا وصبر ديو أركايفز ديو يعني هو مشتعلانة إيه لايبر ديو تريجي حنان خيش لورشلون إجا قامت همارا تأسي قمان بطريقة ديوخن تريسا بخط أكتوبر أبقر كاما شادور المريهات أن شمش قرم وحنان لا تبقى بمارني شمشيخة إن تامت شادوري لإلخا مديتا قربة أورشلم خا ملكوتا ديوا جاو حاكومة أو غوفرنر شمو إيوا استوريغوس رومانايا إيوا جو خمديتا شمو مارونا إليف تيروبوليس شما يونايلة إليف تيروبوليس ماربليشانا أطورايا آم ديتا إليف تيروبوليس قاريوالا بذ قبرن طاما أبيار كاما بطلاب المدن طلاز قد يتبقي بخم يقرا شمو سابينوس إيوا برونت دو غوفرنر رومانايد إيوا حكومة طاما شمو إيوا استوريغوس إيوا ريبريزنتيف طباريوس امبراطور رومانايا برا استوريغوس بتايلو شمو بنطيوس بيلاطوس من قمنو توخخينا شمو غراتوس لمضى شمو موديوا إنا أيضانا شيت تلايتري ما بيوني لا من داك توتا استوريغيوس سوى حكومة طاما غوفرنر اتقرأت قدشتا ما رأى أن طلع زكاد التأشوراية brought along with them letters relating to the affairs of the kingdom and they brought along with them letters relating to the affairs of the kingdom and he received them with delight and honor when they came to him and they stayed with him for 25 days and he wrote answers to the letters and sent them to King Abgar along with them. So أنا طلع زقدت أبقر كاما نشأيوا شادوري لقى تبقي بداية سبينيوس برون الدو غوفرنر ما رشدر من نيخك مع أقرياته بد ما سال التقاروطة وبد ما سال دي أشقالة سب ملك أبقر اتوال كينغدم جانو إيوا شلطان جانو إن ليوا جو عرات قدين عرات ديوا حاكم رومانية أرهيب أيضا أيوة مبلتا جو عرات إمبراطوروس البرساي سو خا أشوراي اللي خا برسوب البخال جو عرات برساي ليه ما سوى خدريش جانة أروح جو عرات رومانية قال شقلوا الفيزا زلوا شكلي والو طوع الصباط وشقلي والو من قمع عرات خا لدن عرات إنا أزجدو تقامت أبقر كاما إيوا لا توري صورة بمشيخة أبن مشيخة شيت تلاتة إيوا جو people get دين شنة مشخته سمشخته شو ريالي من إيوا برت لاي شنة
وبشرق طيله من ديوا 13 ايلا شيد 3 سو انا از قد دينا بتايا بتفاقي بسابينوس ما رقب ليله راه بشينا ما رجوبه لان كتابه يو خقلت بولطيقه ويو خقلت تجاروته جوبيله ان كتابه جواب ديو سابينو زويل قد ان اطلاس قد أبقر أوكاما قد نبلي ولا قماري أبقر أوكاما سو أنا طلعت قد مبيون أرخي قد أزيو الأبقر الأرهي إيوا بشواوتة أورشلوم وارنا من شواوتة أورشلوم مانا and they set out and when they came on the road to Jerusalem they saw many men coming from far away to see Christ because his wonders had been rumored to distant countries. إما أن طلعت قد عاشوراء يا شماشة وحنا يخنا عنان بالتانا قدو شويلة هاي واي ديو برخش من ديتا ديو اجاو قدري و الأرهي ورنا من دبنة أورشلم تام بغزانا قدو دا شويلة قدو دانا جدانا تاما كنش برناشوتا بالتايا من أطروات بريشة الأورشلم باقورة من مرمو وشدنتون مودتون أدلخا معنى يابا خمسايا خباروخة دول بليطة جورشلوم مكروزة أخرا برش خشمخ لام زمتو أنا طلع زجد أطورة بثبوت أنا خيجونا الدوخينا معنى يابا كشو غن ساطي مرا لتلندانا أسخ بخنا نورشلوم خسف هو وزقونا دير مودي القوم جورشلوم And they rejoiced together with the crowd that was attached to him and they saw the Jews too standing in groups and meditating on what they ought to do with him because they were puzzled seeing numbers of their own people ready to profess him and they stayed in Jerusalem 10 days so anas get atura piashina go orishlum isra yumane brakhshana elden du kanat marin shumshikha mashkhude waqa kinshi preshi anna atura diyan bghzana hudai gyanu mashmu ya allu همون بيو خشو خلافة بتاقي وخيوته بياشنا طامق قد اصرا يمانه قورشلم قلت مارن شمشيخة مبيونه بعد انا قورشلم يوانا اصرا يمانه سبداتهم مارن لي باشا قورشلم عشي بدانت بسخة ياتيو قورشلم مبيونه ايلا بدانت بسخة ديوا هوضاية من اطروات بريش بالباي من ياتيوا قد أوريوا جدا هكلا توديوا له إيه خادو تتصخى ما بينو بقاها ضانوا إن أكتوبر مارنا مخجي ما يو يرخى أكتوبر بصخى أمينيتي قوم بدا بيرخى بيني السنة كنت أختوي أن بش معنى الكرزويات مارا شمشيرة إني لقوا رشلهم ين يعني جدا بتني ديو طاما لازر بيتو طاما يعني سب ما أعرف بالضبط من كل زل لاش يجي ورشتهم يعني بدنا متوات مر زبان تورشتهم جمدينا تخيلا سو أنا ديم بياشن تام أسراي ما نبرا بديارنا الأوري مار لأن حنان the archivist wrote down what he himself saw of the doings of Christ beside all the rest that he had done before their coming to Jerusalem and they set out and came to Edessa أوا حنان وخناشا هنانا ما رأي من بغزالي إيمان دي لأن سراي مانا ويا لمنا من المشيخة بشمال الكرزة ما رأي كل مدد مارا نيش مشيخة مزومة أو بكتابيوا وهات خمبر سراي مانا ما رأي بديارنا إلى أدسة أدسة إلى شمت يوروبناية يعني ماروايقة أرهي ما رأي and they went before the king their master who sent them and gave him the answers to the letters of Sabinus which they had brought along. And when the letters had been read, they commenced to tell King Abgar of all the things they had seen and of all the things Christ had done in Jerusalem. And Hanan, the archivist, read to him all what Hanan had written down and brought along. And when King Abgar heard this, he was much surprised and astonished. He and his great men who stood before him, and Abgar said to them, these mighty acts are not of man, but of God, because nobody but God only can call the dead to life again.
فإيمان حنان أنك تياد يكتب قرايله بتقم هزر أبقر منه يشمش قرم وأخينا مودو حيدر أباتي شمو خاطر شمت وخير قد يقول بكرانا قام ديوان خانة أبقر أوكاما حنان بقرايله أنا مديانه أبقر أوكاما أصلا قنانا بقامنا قريشو ماري لي ما الآن من ديانة تاتاقي قدي لينا بليطم خناشة أو إلى آلهة كدينة إلى آلهة قد وصا حنان كتيبة وقد مشيخة بسم المرانة مقومة لميتة من قبط قورة أبقر كما ما ريواز أستانش ما ريواز أجبالة These mighty acts are not of a man ما رأينا من ديانة قورة لينا تخان خبرسو بعيادايا أبدلون But of God سب أختي آلهة ما صار قاريل خناشة ميتة ميل الواد خي يعني مضر الخي and Abgar desired to set out to Palestine in order to see with his own eyes all the doings of Christ but as he could not go over the land of the Romans not being his possession and as he did not want to be the cause of bitter enmity مرب إيمان شميل أبقر كام أنا مزميات حنان ديو حقوي عاقد ديو حقوي قديو بيلبجانا أزل والأطب بالسطين تابقوا بدا باروق آما سايا آما شايا إنا مار ليه مصيوة سب ورشلم ليه واخد نبرانو تت أبقر كام أن عرات ورشلم وبالسطين إيوا خد نعطورو تت روماناية مارا لبي للدارج غش يعني قد أنا برساي كربيو منه دي بهاكيوما عاني مشتعلانة برجيا للا امبراطور برساي طعمه مار قد لام كربالو أنا برساي منه يعني دارج غش يعني بلدنا تري امبراطوريات قورة ولتوى لهاقو تطاور وآو نخا ملكة اتخا ملكوتة سردة بل ملكوتة برساي وملكوتة رومانايا مارا لخش لبقانو الأورشلوم But as he could not go over the land of the Romans, Mara, he wrote a letter and sent it to Christ by means of the hand of Hanan, the archivist, and he, Hanan, set out from Edessa on the 14th day of Adar, March, and he entered into Jerusalem on the 12th day of Nisan, on the 4th day of the week, and he found Christ in the home of Gamaliel. The high priest of the Jews, and the letter was read to him, to Christ, and it was written as follows. So Abgar, Gujgijja wa Gudama Sala, Har o Yuma, Mabiyuni laqat Shmila, Gudama Sala Hanan diwa haqwi qatib bin Marni Shamshikha, Biktabakha kitaba marqa Hanan, Haradiyya dur al-Urushlum, Akitawa di mamtil qada paruqa. Mara Hanan, أربسة درخة آذر يعني مارج بالتالي مارج تعطوراي آذر تعطوراي اللي يرخي تري تشيتا يرخي تري تشيتا تعطوراي شيتا تلاي تري مبرمشيخة شادورو لأبقر الحنان بيخي كتابة قمارا يشمشيخة مرم طالق أورشلوم تريسر بيرخد نيسان يعني إبريل هل بعد يرخد آذر ياتي من قم يرخد نيسان للا مارج بفور إبريل يعني بش قال له كما دانا بش واقع الأرهي أربسة بيرخد آذر مطالق أورشلوم تريسر بي يعني سري ثمانية يومان بأقلة يعني انضانا بأقلة يا جوجيوة بش قال له سريتمانيا يمانا من مدينة أرهي دي لا الجربية تطر السوريا لا أرهي من طابش قال سريتمانيا يمانا هذا الحنان طولارة شموها من طايل الأورشلوم باقور الأورشلوم يا مشيخة اي كيلة امسايا اي شوع اي كيلة مانا الى ديك بيت جمليل جمليل يواخا خامد النقاشة اتهضايوتا ديواهو منا بمارا نشم شيخة ومشخة الديو طاما
خنان طولاره بنوشو وارله بتفاقل بمار شمشيخه يولو لاكتاوت أبقر كاما قمان شمشيخ كبد اكتاوت قمدلي بمدلي شانه في شكتيوه في شانه شوراي ارماك لانجوج وكتمشيخه دا يهمزم بلشانه رمايه سمزودت مشخدتو يعني خشب على كل مشخدتو بلشان عاشورايا لشان عرمايا مرأب مشيخة يطيوة خدشة همزوم لشان يونايا وخدشة يطيوة همزوم لشان لاتينايا بدلنا رومانايا بايدانا إن كل كلانت همزمتو يلب لشان عاشورايا لعظة باشو مزمة قوارا قدشتا كلكم بضايت ان كتابة أبقر أوكاما مودي وقياوي من حنان طولارة يقول لها كتابة قديم كتابة أبقر أوكاما مارلم أبقر أوكاما تو جيسس the good healer يعني أبقر أوكاما قا إيشع جيسس إلى خبرة لاتيناية قا إيشع سو أبقر أوكاما من بشمال من حنان قا شمت دا باروقا إلى إيشع مرد ناشا أو ناشا دي نيل سب إيشا إيوة شما عاشوراي دي باشا مبلخة باشا مبلخة الملك تعطوراي البنون تعطوراي هايوالون هضايا آشمت إيشا عداد بدلو جو جالو تايما ديوا جو بابل رابنا نقاشي وكهنة هضايا جو بابل عداد بدلو آشمت إيشا عالقانع وأنا قرين شماني قد يوخل سو أبقارو كاما يمن دي بشماية من حنان أنا من ديانت إيشا وادي وقو دي قرطة دي وكتيوة بخرى قدية مترمني أنا عجوب يعني قشمت دا فاروق إلى إيشع وأن عجوب يادي لوادي مقوم ميتة بس مكرر بس ملالة سقطت مردفنت لي دور لبارة أكتاو يلا قديم جو كتاو أبقر كامار إلى أبقر كام دي جيس هز دي جود هيلر هو إز ريفيلد إن جيروسلم ماي لورد بيس I have heard of thee and thy healings that thou curest not by herbs and roots but by the word, and that thou openest the eyes of the blind, that thou mightest lame to walk, and that thou cleanest the lepers, and makest the deaf ones to hear. And they who have pains, thou curest by the word, even the dead dost thou revive. And when I heard of these wonders, which thou doest, I made up my mind that either thou art God, who is come down from heaven and does these things, or thou art the Son of God doing these things. For this I have written to thee, and I ask thee to come to me. As I worship thee and cure the sickness from which I suffer, because I believe in thee. Further, I have heard that Jews grumble over thee and persecute thee and at, and that they try to crucify thee and think of ruining thee. I am in possession of a little and beautiful town, and it is sufficient for two to dwell there in peace. ترجمت بلشان عاشورايا مارل أبقر كاما قا إيشع بسمانا سباي جود هيلر بشل خزيا جو أورشلم ماي لورد ماري شلام علوخ أنا شمن بالديوخ وبسميات الديوخ قاعد بسومة فرسوبه لايب ارخت عقاره يعني صوياته هربس صوياته ايلانه يعني اقرط صوياته ينا بسومات بخبره بهمزمته وشميلي قد قاد بتاخد عين السميه يعني لين مصايزي بقلي بجواجنا بقلي يعني تينا جرواني تموزيبت انا دينا كره بتاخد نتياتي
عند إنا بروخة بشتا ورتلا جاوي باسوميوت من صنجوية دي باسوميوت بهمزمتا وعاد مقومة ودميتا وإما شميلي بدنا أجوبيات أدوادات جو خيار دي قطيلي أتني ود ألها ينبرونت ألها أن شولانا أن عواد مكمولي ود بدا أنا كتيون قد يخاها قرتي وبطلاب منه خطأتت الكسلي أنا بتسغدنه بتهمنن بيوخ وبتبسمت لي من خامرة تقيون خد كار دامرة قرابة شنة من سبب أنا همون بيوخ زودل ده أنا شمي من قد هوضاي طرطو من الله بي أجزيلوخ أن جاروبر الماخيلوخ السقيبة واتخا يعني مخرويلوخ يعني قتليلوخ أنا مارد خمديتا رابا شابرتين خمديتا سورتا ورابا شابرتا أم دي تدي بتويا مليانتا قتري خيجاو مانا قتري خيجاو يعني تري مشتعلان خيجاو آون ومارنيش مشيخا أهو أقرصة أبقر الكامة أقري كايب كتاون ألبد And when Jesus received the letter in the house of the high priest of the Jews, Gamaliel, he said to Hanan the archivist, Go and say to thy master who sent thee to me, Blessed art thou who believest in me, for it is written of me, They who see me will not believe in me, and they who have not seen me will believe in me. And as to that of which thou hast written to me about my coming to thee, Go and say, when that is consummated, for the sake of which I am sent hither, then I will ascend to my Father who sent me, and when I am ascended to him, I will send thee one of my disciples, so that he may cure the sickness thou hast, and make thee whole and sound. And all those who are with thee, he will convert to the everlasting life, and the town will be blessed, and until all eternity, the enemy shall not rule there again. مشيخة من بقراء الكتاب أبقر الكامة أو جوابه ليل بكتابه أخشي همزوم لقى خنان طولارا مار لقى خنان طولارا خوش دور المارخ أو تقمشا دره مار اللي بريخي له أو كي هم من بريخي له أو كي هم من بي سبش تلكتوتا بدي أنا تخزيلي ليه مني بدي إن أنا لا خزيلي بده مني بدي يعني باروخ الله أبقر كامات أو ليه لخزيو مارن إيش مشيخة نهمون اللي مارن إيش مشيخة سو مشيخة قحنا المارلة يعني باروخ الله أبقر كامات مارا قد يخوش مرقى ماروخ قد بيشت برخة سبشت لكتوتا بدي أند ليخ أند خزيلي لها مني بي إن أند لا خزيلي بتها مني بي وبدو صوتها للبطلابة مني أنا آسن لوري يعني آسن كسلو مار اللي أنا هلا ليون برقو شولي بيشير طليبة من باب مكملنا إيمان برقلي شولي وسقلي الواد بابي قشمية أنا بشدرا قماروخ يعني أبقى ركامة خامن تلميذ دي باسم له مرو وباسم له أنا دينا مرزبانو And all those who are with thee he will convert to the everlasting life مارا أهد الديسايبل دي التلميذ دي من شطرنا طامة بتباسم له ماروخ يعني أبقى ركامة وأنا دينا مريا طامة
وكله بتقانيله الجيبة ألاهوتا يعني الجيبة مشيخايوتا يعني الجيبة خيّة بديناي everlasting life. ومرقى ماروخ قد مديتو بتبشى بورختا بتبشى بورختا هل آبد أبدين أبدين أبخى دجمن لا آود ماروتا الدام ديت الديوخ يعني أبخى دجمن من ذي دان دمارا شمشيخة أمزم تمارو رقى حنان يعني مارا everlasting life هل خو تام الزونة مرقى أبقر أو كاما أبخى بعلواوة يندجمن لا حاكم قم ديت الديوخ دي لا ندعم مرخرة دي لمارا مارا شمشيخة قد مر قاب جرو كاما اتيو تخا ناشا بريخا الها برخو خيله سباته من نغبي وادلا خزي مر قديو انا بشدرن خام تلميذ دي باسمله قد كل انا تنجوري قاني خي ابدناية ابز مديتة اوري يعني مديتة دا اب جرو كاما هج دانا لي بيش اشقلتها بدجمن هاكي من هذا المشتران تلقاو ولا غطغ برا اب جرو كابا يدور كما وطلع أربع و عمدي تتقرهي كما جا بلا جويدة خاقي روماناي خاقي برصاي روماناي برصاي يعني بلاشد لتيام قومنا جوري نخراي سبيو خمدي تشابرتم بلتا وقرب نارة فرات جورات تركيا تقام مق بقتا بقتا تشيني و سب جامع بقر ماري لقا يوانا شمشيغا مارا نتلي خا مديتا سرطة الرابة شابرتلا تلخى اخرا تاوغ ملك وضع ليه جزيله سو امزم تتمارن شمشيخة ايتن رابة بقارة اللوية قد ان مشيخة امزم تهمزمه ليه قا خنان وكتيوه لهم وقروه لقاب قرب كاما بس قارك هل ادي عاشورايا بغلطة عاشورايا قارك ايوا كمان قم دي توري انا دي توري هذي بيد مشلمان لا تركيا مقام هذا بيد مغولاي ومقام هذا بيد مسلمان عباساي وشاركة بشاركة يعني مديتا بشتشخلتا من قيدات عاشوراي سبلخة كل انها قد بداية تشقلتا ابقر كاما من مشيخة الى قد ابقر كاما اقرتو كتيوة يوالا بيد دمان ايش مشيخة انا مارا ايش مشيخة لا جوا بلا اقرتا بيخكتو تبقان وش قل قنية قيد وقلام اكتوا لا خنان طولار كليا برقول وقا خنان طولار مر خش قمر خد خمر هقد مار لا ايمان حنان طولار بلاطة من قبده بيت الجملية مار بأرخة هي perceived قد مار ايش مشيخة ان مديان مير القضية يعني السلمنة لا يعني تخيرة لا مودي مار ايش مشيخة مر قديو ان خبران اكتوال يعني ان مر اكتوال في هاي قد مشير خيك ما خبران ما نشوف مشي غمير قد يقول لا قد وصاء سنتنس خارتا لا لا يقول خمنا يا سب لا لا بشتم كملتا زي ما رن إيش مشي خمودي الميرا بتمديت تقرهي قد لا بيش شقلته ببعلبة ويندجمن خنان طولا رخشي قد ما رن ميرا له قد أمدي تديو خن هج دانا بعلبة لا غالب الله كيو يلا خلنا طول عربك تبي خلاش من شيانا أتقل عندك كل ضار يمشي على explanation أي ما برمت الدا ممرا خرايا المارة يشم شيخة لا خمود لها يورن هيورن إلا أخبرة perceived أن كتاب ده حق بكتابنا ما راح خلنا طول عرا يوم ديو جبيت جمل الأولين بكتاب كم المارة يشم شيخة ما له بكتاب ما رأيك شو تديو كتيوال إيمان بلطلة بأرخو قأرهي أنهم زميات من مشيخ اكتبال مارا هي perceived يعني صل من قجانة ومن قجانة مودي لماني شم مشيخ ميرا قديو أرغم دا مارا وان خنان the archivist perceived that Jesus thus spoke to him he because he was the painter of the king painted a picture of Jesus with chosen colors and brought it to King Abgar his master. And when King Abgar saw the picture, he accepted it with great delight and gave it a place of honor in one of his palaces. And the archivist Hanan
told him everything which he had heard from Jesus, as Hanan had written down his words. So Hanan imani lehaquye Abgar O'Kama, mudir khaziya. Mara b'adana diwa gubed gamliel tama. Mara Hanan ket khagirashit shikle waraba agarshan shikle waraba rishaywa. مارا قريش لشكل تمشيخة وآشكل تمشيخة ميهيلة يهلق أبقر الكامة وأبقر الكامة مارا رابغ ديلة قاقا قامت غزيلة برصوبات مشيخة مارا او شكلة تندلة يعني تليلة القودة خامن أبدنا يعني قصر ملكاي ديو قو أرهي وخنان مارا هو قيلة قا أبقر الكامة این هم زمیات ادمانشم شیر میره قدیه. سو گذاه قد گریکاتی نکتیو مارن قد خنان طلارا ابخه مند ابخه خبر دیل مانشم شیر زمان لیو کتیو. من لبو مارا کلیل طاما قاب گر کاما هی تودم و هی پرسیفت و من دیو سلمنو یا تخمنو مان ایشم شیخا دیو میره قدیو. سو إيمان شقلت سرت ثمانية يومانت حنان طلارة معطيه من أرهي أورشتم شقلت له سرت ثمانية يومان خينا قد هالمطية لأرهي جودين سرت ثمانية يومانة لابد من شيء لخكمة من خبرة معنى شو مشي خميرة له سو جدها همزمتو من أبجر خطر خبرة مزيدة له خطر خبرة صلي لقلته يعني ليلة خيرة يعني خكمة خبرانة بلكت خمانة خينا يوانا قديو كهوي لا إن جو حقيقة خينا ما نقد إيمان حنان طول على طلط من الجمليل إيمان دي بأرخى أن هزميات مارا يشم شيغا كتيبا إن جو دي فرجن قمتا يوناي دينا كتيبا غريكاية أهقية تاملنا ما رقد حنان طول على ما نقرش لشكله يشم شيغا إن لنا ما من بار طلط من جو بيت الجمليل بأرخى جو متقدين ستوية مانا أن همزميات مارا يشم شيخ أن ممرديو كتير الوراقة لخمارنا كليلة قام هزوت أبقر كاما مارا he told them what he perceived that Jesus thus spoke يعني تخر مارا يشم شيخ مودي يوم زمنا قديو يعني بهمزمت السب وتنيتا ميرالة أبقر كاما لا بكتوتا But when Christ had ascended to heaven, Judas Thomas sent to King Abgar the apostle Judas Addai. Mara iman maran siql al-wadbabu ascended yan siql al-shmaya martu mashlikha chumu lakhaktiuna Judas Thomas. يعني يهودا توما أنا غريكاكتي وانا إياه قدين شنقما إلا لا مشي خايوتا بارد خزيزون كتاو خينا شمقما جودا شقلون أخشي سانتاما زيلا هر ما قدلو بي جوداس تديس يهودا أدي مارا مرتو مشليخة شدر خام خرواتو ديو مر أدي الأبقروك تبقى بأبقروك يعني سو ما بيونا لقد تو مشليخ أيوة جوبيت الجمليل أن شليخ خينا منو وجوبيت جمليل من حنان وار المنطرة طامة يعني زي بروخت قدشة مر تو مشليخ ديو شمية همزمت دمارني شمشيخة من حنان مرتو مشليخة شادور للمرأة داي الأرهي. And when Addai came to the town of Edessa, he dwelt in the house of Tobias, son of Tobias, the Jew who came from Palestine, and there was sent word of him of Addai all around the town, and one of the three born men of Abgar, the name of whom was Abdu, son of Abdu, one of the chieftains who sat with both knees before Abgar,
came and spoke of Adde to him. Behold, a messenger is come, and he is dwelling here, he who, whom Jesus sent to thee. I will send one of my disciples to thee. So Abgar, Maradim and Tile Gorhei, Tama Litin Hotels, Motels, Betharele, Katatuaha, Tobia, Hodaya, Ichayu Gorshlum, our Tobia, Bahaiwa Gorhei, Marade Bishal Gubet, Tobia, Hodaya. وخبر بلاطة لجو كل مديتة أرهي ساق مديتة سرتها قد خناش مع جبانة دولتية من أورشلون بخاي جمديديا بجبيت الطوبية خمدا ناشا أجبا وشمو يو عبدو عبدو شمو شم باب يو عبدو 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 يو خام من قرانة جبيتة ملكاية أبجر كاما مرياتو قام هزر أبجر كاما أقلاتو طيبي خوتو يتو يغذي تيوتد مدن خايل لا سو عبدو دي وشمية بيتات أدي وشريع جبيت طبيعة قابدر كمارة لماري مارا خا قومت قومت لخا جمدي دي ما جبنت ادمار لخا مسنجر بيهولد اي مسنجر خا ازجدة او دي ومشيخة قول لقا ديوغ بشادر والا الواد ديو والكسر ديوغ دور مطيا جواب مدي دي نور هاي دول بخايا جبيت بيت الطوبية ناشدية and when Abgar heard this tiding and of the mighty acts which Adde had done and of the cures he had performed he Abgar made up his mind and confirmed verily this is him of whom Jesus sent when I am ascended to heaven I will send thee one of my disciples and he will cure thy sickness هذه أول مرة دائما بيشل جبهة الطبية من قام تابق مر أجي بلاط الجمدية بأسو مال مران وهذا أجبوياته عائلة سألت خبر بلاط الجو كل مدية ترهي قد خناش دولتية من رشتن بأسو مال مران وهذه الأجبوياته أو عبدو يوجو بازر طعم الشمية لقد خمدي برخات الأبقر كامر قد يبا دول أول ناشتية قد قد مبيون الأول مشيخ مر قد بشار قد يقول أبقر كام مخارج يقصه أفتقنا طوال رابع جاي يعني خذ خمني الشرير اللي ما خارج يقصه يعني خمني ما جبانه مخارج يقصه مار اللي وي مار اللي شرته له قد أهله أو برسوبة إي شع قول له قدي قد إيمان ياسق الواد بابه سورة قدم شيخ الشمية باش مكمل الله قد الشادر وخامن تلميده قد باسموا المردي أنا أبقر sent for Tobias and called him in and said to him, I have heard that a certain mighty man is come and dwells in thy house. Guide him hither. There may be a good hope of recovery for me by him. Abgar shatul khabraqa Tobias shumua. Mar le shamyan bi khanasha gabbara. Dul bakhaya gubayt diyuk. Maghzi la urkha qadiyu at atil kisli. يتنخاهي برابة قرطة آون بد باسملي من مرة and early the next day Tobias guided Adde the apostle to Abgar but Adde himself knew that he was guided thither by the power of God and when Adde stepped before Abgar while his freeborn men stood before him Abgar and while he Adde drew nearer a strange vision became visible to Abgar on the face of Adde. And in the moment Abgar saw the vision, he fell on his face and worshipped Adde. The amazement cut all those who stood before him, for they did not see the vision which was visible to Abgar only. But the next morning, Oymatre Morisha, Gaitam Tajalde, Iman Abgar Shadur Rizgeta Qatobiya Mara Awa Nasha Marjabana Melkisti Mara next morning and يوم الثلاثاء قدم تجلده طوبيه بشقال مرض ونابولو لابدنا ملكايه ابقر كاما جوري مر الدي براشه وقت باصوليات الديو بجواجي ومهندي بآلها قد ازل والواد ابقر كاما يعني مر الدي دي البرهده البتهقيا بتخشون
أنا قريت كهذا غير كتاره مرة مرة درش له قد ألاها مهدويو لأزل بيت أبقر أكاما مرة إيمان وارب بترى بزال أبقر أكاما وأن رو روان ديو أن ناشا الله يجو ملكو ديو كل الطامة بسبارة فما بتيخة مرة أبقر أكاما إيمان وارب لقو أوانا أبقر أكاما أخجي بغزال باتت خاخزوة بغزال باتت مردي خمدي مع جبانة بغزال قو باتو زي لوجه بغزايل بحر بلاطيل منه ما رأاه فيجن اها خزوة اخشي ابقر اكام بغزايل انا ديو امر زبان وكلي انا ناجم ازو لين بغزايل وفيجن بوت هذا ما رأى ابقر اكام باللباتو براكلم باللباتو صالسلو طاقة يعني مكيوبورك يعني ما رأى ان ديو امر زبان واجوب هنا اوه ملك الدين خلال شد انا ناش فخناش عيادايا ما كبريش قال ربي لا جان الارا سباني ليه بخسي او فيجن او لها او بهرة او فيجن خزو ديو بلاطن بعد المرد اتش ابيو كان خزيوا هذا بلاطو مويل مرا ان ان دي مومنت ابجر سو دي فيجن هي فيل اون هيز فيس ان وورشيبت ات داي ابجر كان بالل باته بزغادله المرد Maran Abgar said to Adde, Verily thou art a disciple of Jesus, the mighty champion, the Son of God, who sent thee to me, saying, I will send thee one of my disciples to thee for healing and life. Mar Abgar Ukama Barn Palil Patu Bzgadilka Mar Adde Mar Libshari Ruta Ati with Telemedit Isha. او مشايا جبارة برونت آلاها اد شدروا خبر قدي دمر قدي يمن انا يسكن قلل كزبابي بالشاطري خامن تلميدي قد يولي باسموتا وخيب ريخه مارا ادي say to him because thou formerly believest in him who sent me I am sent to thee and as thou now again hast believed in him, so will all the things in regard to which thou hast believed in him be unto thee. كله ذي وذو ذي وذو يا لشان قسنات غير مزمع على داور ذي إلى أنا ذو إلى آتم so مرعى الدايق ذو قا أبقى ركامة مارلة يمن دي البسخادة الله مارلة بس آتي وتقو التلميذة مشيخة يو وعدة قدي قولة بشادروا على الكسلي ما رأدي مرأدي جاوب القدي ماري لي من سبب أت من قمته منه بداوت قم شادري وآوي للشدري لخا وهدية خيخي تأد مزبط لق آتي هم منه بداوت قم شادري لخا يمن دي البراكة بالالباتو البت أبقر كاما صالوا إلى بشم دمارا إن شمشيخة وصالوا إلى قادة سو مارد هدية دا مزبطال وقد آت همنانة يود بمارا إن شمشيخة بت هذا كل من ديانة دي نصير بيو يعني كل من ديانة دي لمارا إيشو ميرا قادية وقد بتباسم والوخ بدهاوي الله برد أبقر جواب القدير مار أبقر said so much have I believed in him that I as far as concerned the Jews who crucified him should wish to take an army and destroy them مار أدى جواب أبقر كام جواب القمر أدى مار ها بسيمة قد أبوركت ديوار قدي قد أو من ديوار قولا قدي لمانا يشمشيخ يولد قدي عن باسومي ود مار لقى مار أدى بر هذا أنا هم مني بيو إن أبد هداية أتيوا أجزو وقماخي لسقيبة البد خبر اليوم متقابل قرر كاما قد أنه روماناي تاما البد بمطلب دن كهنة هداية ما نشم بشيخة بشي سقيبة إن أبقى مرة دي ماري
بدنا هو ضايق قما جزيل مشيق قما يسقيب أنا هازر إلى دي أرمي دي قوشن دي شكلنا أزن لأورشتم قد طلمنه هو ضايق إينا ساسا جارك باجوة قدي بإمبراطورة الرومانية أو أبقر مرق أدي مر أدي مركت ماري شمشيخة قولوا مكمل مني أنا حاضر هدية شقلنا جيسة دي أشوراية أزن لأورشتم طلمنه أنه ضاية إينا جارك ساسا رومانية بلا قدي مرا إشرين فرم دونجت in the face of treaty of peace which I, like my forefathers, entered into with my master, the Emperor Tabarius. يعني أنا بشكي من قد عاشوا لما صنعوا دنة سب أنا تليخا peace treaty أنا أغملكة أطورايق أوري وطبريوس إمبراطور درومانايا إتلنخا peace treaty بارلغة أودالة يعني رميدي signature دي متون الخا treaty of peace بيلن بالرومانية هلا رومانية ويلي بساسة قد أنا أورنجو أرات دي أنا بتازم تطلمنه هداية هل بدنا سار ربي أرتلا وأنا داني براكر من المتنعات ورايا أنا قرب الترسة طعموخني من قدا خرزة إنا هكذا تخين دينا بتايم بردا ديالوج على سؤادة دلواية بمرأة دي وأبقر كامة إيتم ديانة دوست رابة بسيمنا دينا قوم يعني هم زمياتي بلدنا ترونتها سان بيش الداها قد تهقنا قد يخون جو خرزان قادم مبيان بنا طرعية عادة بتوية برامش دي متخوشي بات قادم يعني خزغيما أنا بتبقى بيوخن جو داها خرزان هو قيل قد يخون أخ يوناية جو ليشان الدية أني وكتيو تتقمت بداها حقيت اتفقت ات مرأة داي بعاشوراي جورحي هذا انا بتخش المرأة داي بالت يبت عاشوراي سب او داي وخام دين تريسات تلميدة مشيخة اشتغل مشيخة دين اخيش الانتياك دين اخيش دوكان اخي نتبيقنا بعاشوراي او بالت دوت عاشوراي يعني اعطوهم عاشوراي بقراينا السريانس يعني عرامينز بقراينا قلنا نقريكاي بقراينا سوي من طارجو مرد يجو أرهي بتبقى بفجر كام أو بالتي بتاع شوراي بضيع قطوة ملكة إلى ملكة عشوراي برونة بفجر كام هلا ألد دانا ومبار بفجر قبل مشي خيوتا برونو هلا بشل ده ما نتقمتا همنانا بعشر لها ده ما نتقمتا التوهاتو لا تخلو بره ده فقنو قامو أو برونة بفجر كام قتلة مرأة دي هرجو أرهي لما توعيتوا رو بس يميلو خنا من شميلو خنا دانها قد ما جبانه لنا قوم بالعشوراي ومارني شمشيخة وانا شليخة تمشيخة هل تم بيو خي خيتا شو خنا خنا عم رحمة الله بوش مشلامة خي أمتن عشوريتا What does it say? It is an account of a conversation between Abgar, king of Edessa, when Jesus, the Christ, thank you.
It was a stone lintel, the crosspiece of a door, with carved letters that relay an amazing story. The story was not unknown to scholars, but here was fresh evidence of its truth. There is a large lintel. On it is a huge inscription which gives an ancient story of King Abgar, who belongs to Edessa in Mesopotamia. He writes to Jesus because he has a physical problem that had not been relieved and asks if Jesus could come and heal him. We don't find a lot of inscriptions with the name of Jesus on them from the late Roman period, unless they're church inscriptions and you know you're digging in a church. And this wasn't the case. They knew they were digging in private houses. So already right there on the first day, they knew that they had something a little out of the ordinary. There are many secrets that history has kept about King Abgar. No one knows the nature of his illness. But his condition was desperate. Three recorded sources refer to King Abgar. The first comes from the chief historian of the early church. In 313 AD, Eusebius claims to have seen actual letters written between Abgar and Jesus, which were archived in Edessa. A second reference comes from the Chronicles of Adai, which dates to about 390 AD. And the third document is from a most remarkable woman on a pilgrimage. I will mention this next witness, the name of which is Eteria or Egeria. And she spent some years, also in the 4th century, in the East, coming from the West, probably from Europe, France, Spain, Switzerland. We don't know exactly where she came from. She is writing her own travel memoirs. And she said, I spent 3 years in Jerusalem because she wanted to be on all the holy sites where Jesus had been. Egeria returned home from her travels, but not before making one fateful visit to Edessa. There, in the archives, she claims to have seen the very same letters reported in the church history. Eusebius, Adai, Egeria. The story of King Abgar is shared between them. But the mystery remains. How could the king of Edessa, so far removed from Jerusalem, come to believe in a Messiah he had never seen? How could he contact Jesus? And how could Jesus respond with his crucifixion so close at hand? What of the harvest? Abundant, my liege. Good. We're blessed. And the people celebrate. Quietly. They fear for their kingdom. Even more for their king. Nothing has been said officially, but... It is the curse of those who live in palaces to think they can hide the truth. What of our soldiers? To a man, we would die for you. Yes. But the battle is moved. None of us are trained for this enemy. What of the search party? Hanan could not be found. Hanan, who was a civil servant of a high level for the king. He was responsible of the archives, and he was at the same time part of the group of diplomats sent for this discussion with the Romans. But beyond Rome, Hanan had felt compelled to Jerusalem. News from Edessa? After Pentecost, when the Holy Spirit had descended upon the apostles, they went forth to many different areas of the Roman Empire, Antioch
Alexandria, Rome itself. And as they did, there were two major elements of their proclamation of the gospel. First was the preaching of going to leaders and others who would wonder about what this new radical movement was all about. The second was their own fellowship. They had care for one another, and so during times of famine or pestilence, they were part of the diaspora that went out and talked to other people and helped other people. And so when you find that Thaddeus goes to Edessa, you find that there is both the invitation to come and share the gospel, but also to bring the care and the love that was known in Jesus Christ. People knew that they were Jesus' disciples when they had love for one another and love for others. In Gamaliel's courtyard, Thaddeus, a follower of Jesus, listened to his master. Hanan could never have known that this simple man would bring the answer to Abgar's plea. Something greater than my condition troubles you. The people are anxious for your healing because they do not think I'm ready to rule. Are you? I'm not ready to lose my king. You have too much yet to give, and I have too much to learn. I've just learned of a man here in Edessa. People in the market say he has the power to heal. Our own citizen? No, from Jerusalem. My king, he says he comes in the name of Jesus. Summon this man. This is Tobias, son of Tobias. Yes, I know him. Tobias from Palestine? Yes, yes. Stand vigil over the king. Prepare the royal canopy in the throne room. Alert the court. House is not worthy of royalty. I'll get some refreshments. The princes of Edessa are well fed. Perhaps some wine to cheer us? Where is he? The throne has nothing to fear from my guest. Tell me who and where he is. My name is Thaddeus. He has been dispatched by the Apostle Thomas to Edessa, and he arrives like an angel from God. You are the healer? I come in the healer's name. My king is ravished by illness and worn with false hope. The victim of charlatans and soothsayers would bleed our royal treasury. Keep your money. I come in the name of Jesus Christ, who has gone to his Father in heaven, who does what no other can do. We haven't much time. I think that Jesus' healing power is important to remember in the Gospel of Luke. Jesus is presented not only as a prophet, not only as a Messiah, not only as a Lord, but also as a physician. Laying on of hands begins with a Jewish tradition where the father will bless his son. And so Jacob takes Joseph and puts his hands upon him and gives him a blessing and sends him forth. Jesus, in a similar way, would take his hands upon little children and bless them. But he would also touch people, and by touching them, he would bring healing to them. The church itself begins to lay on hands for not only healing, but also for commissioning, to send people out. When Paul is sent out, the elders lay their hands upon him and send him forth. And so there's this wonderful power of the touch of God coming through people's hands to minister to other people. Miracles punctuated the power of the message of the gospel. If the gospel is true, and if Jesus was resurrected from the dead, then there are going to be other signs and wonders that follow this message. And what we find is that the disciples were empowered by the Holy Spirit to lay their hands on people and bring about healing. What's fascinating is that in the book of Acts, you have Simon, the sorcerer, who wants to buy this power of laying on of hands because he sees transformation going. And so simony becomes a major vice of the Middle Ages, where people want to buy the power of the church, and it's not for sale.
But here we find that God gives through people like Thaddeus the ability to minister, to anoint, to heal, and to commission others. And so the gospel goes forth. Someone will have to do that, so I don't know. Will you speak to us? What of the man in the market? Prince Abdu of Edessa. Those who have never seen and yet believe. I have such faith as to have stopped his death had room allotted. Would you have stopped the spilling of blood that now brings your salvation? For this cause, I lay my hand on you in his name. Thank you.
Stand. Stand. Why bow to royalty when God works miracles through common men? Now, let us listen to Thaddeus and the whole of the gospel that he brings. Brethren. And when I heard all these things concerning you, I decided that it is one of the two. Either that you are God and came down from heaven to do these things, or a son of God for doing these things. Oh,